كتاب فضاء الرياضيات المستوى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الدرس الثاني جمع وطرح الأعداد من 0 إلى 999. إذا هذا عندنا في الصفحة 12 و13. الدرس الثاني الحصة الثانية أكتشف وأتمرن. سؤال: أقرأ ثمن كل سلعة وأكتب اسم كل سلعة تحت المبلغ المناسب. أقرأ ثمن كل سلعة وأكتب، يعني عندي نقراو هاد السلع هادي، أتبنى ديالها. القميص عندنا ثمنه 172 درهم، الدمية ثمنها 95 درهم، المحفظة ثمنها 378 درهم. نحسبوا هذا المبلغ، نشوفوا الثمن ديالاش. إذا عندنا 50 درهم زائد 20 70 زائد 20 90 زائد 5 95 درهم. إذا هذا 95 درهم ثمن الدمية. نكتب الدمية، هذا المبلغ نحسبوه. عندنا 100 درهم، 100 درهم عندنا 200 درهم، و100 هي 300 زائد 50 350 زائد 20 370 70 زائد 5 375 زائد درهمان 377 زائد درهم 378 درهم. إذا هذا ثمن المحفظة، نكتب محفظة. نشوفوا هذا المبلغ نحسبوه، 50 درهم 200 درهم عفوا زائد 50 250 زائد 20 270 زائد درهمان 272. هذا ثمن القميص، نكتب قميص. التمرين الثاني: اشترت مريم المحفظة والقميص، ما هو المبلغ الذي دفعته؟ انجز هذه العملية. إذا باش نعرفوا أن الثمن ديال القميص والمحفظة المبلغ الذي دفعته، غنجزوا هذه العملية: 378 زائد 272. أولا أجمع الوحدات، 2 زائد 8 10، أحول 10 وحدات إلى 10 واحدة، يعني أكتب الصفر في منزلة الوحدات وهذا، وأحول 1 إلى منزلة العشرة وهذا 1 الذي نضيفه إلى 7. ثانيا أجمع العشرات، إذا 1 زائد 7 8 زائد 7 15، وهذا عندنا 1 زائد 7 8 8 و7 15. أحول 10 10 عشرات إلى من 15 إلى 100 واحدة، فتبقى 15. إذن 15 هي اللي كنقولو هنا، كنكتبو 5 فقط، وهاد واحد هذا ونضيفه إلى المئات، أي نحوله إلى 100. أجمع المئات ثالثا، إذن هنا كنا ضفنا 2 زائد 8 قلنا أن 10، من الصفر واحتفظنا بواحد وهذا واحد، وضعنا فوق 7
واحد زائد سبعة ثمانية وسبعة خمسة عشر، كتبنا فقط خمسة واحتفظنا بواحد. الآن كنجمعوا المئات، واحد مئة زائد اثنان ثلاثة زائد ثلاثة ستة. إذن ممكن أن ننجز عملية على الشكل. التمرين الثالث، بكم يزيد عدد سكان حي أيمن عن عدد سكان حي أيسر؟ لاحظوا أن في الصورة عدد سكان الحي الأيمن 143، عدد سكان الحي الأيسر 97. إذن 143 الحي الأيمن زايد على الحي الأيسر، 143 أكبر من 97. إذن أحسب 143 ناقص 97، لاحظ 143 اللي هي الحي الأيمن ناقص 97. نضع العملية على الشكل التالي وننجزها، 143 ناقص 97. إذا نبدأ بالوحدات، 3 ناقص 7 لا يمكن، إن 3 أصغر من 7، نضيف 10 واحدة إلى 3. إذا 13 ناقص 7 تساوي 6. نرد هذا الاحتفال إلى 9، العشرات نردها، إذن 4 ناقص 10 لأن هذا تصبح 10، 4 ناقص 10 لا يمكن، إذن نضيف 10 واحدة إلى 4، وهنا أنه 10 عشرات التي أضفتها. 14 ناقص 10 تساوي 4، نكتب 4، 10 هذه نرد هذا الاحتفاظ إلى مكانه، 1 ناقص 1 0. إذن يخرج لي العدد هو 46، هذا هو الفرق. إذن نكتب 46، نقول يزيد عدد سكان الحي الأيمن عن الحي الأيسر في 46. التمرين الرابع، تشتمل قاعة السينما على 245 مقعدا، لمشاهدة فيلم تاريخي تم بيع 119 بطاقة. إذن باش لمشاهدة واحد فيلم بعنا 119، ما هو عدد المقاعد التي ستبقى فارغة؟ إذن السؤال، شحال هي المقاعد التي ستبقى فارغة؟ علما أن عدد المقاعد 245 وتم بيع فقط 119. استعمل النماذج واكمل مراحل انجاز، هاد العملية اللي هي اللي غنديرو، 245 ناقص 119. اذا لاحظ، اولا اطرح الوحدات، لا يمكن ان اطرح 9 من 5 لان 5، لأن 9 أكبر من 5. إذن ش كندير؟ أحول 10 واحدة إلى 10 وحدات، هي هاد العملية اللي كندير، 245 ناقص 119 كنقولو 5 ناقص 9 لا يمكن. هنا ش كنديرو؟ نحول 10، نأخدها من العشرات كيبقاو من 4، غيبقاو فقط 3، وهنا نضيف 10 نصرفها إلى 10 وحدات كيصبح 15، هي العملية اللي درنا هنا. لاحظ
هيا خلينا عمود قريب أو قريب صرفناه إلى 10، ولو عندنا 15 غنحيدو منو 9. غنحيدو من 15 9، غتبقى لنا 6. غندير الآن التانيين، يمكن أن نطرح الوحدات، لأن الآن 15 ناقص 9 تساوي 6، تنازع عملية. الآن ننتقل إلى 4، هنا ما بقاش 4، ولات غير 3 عشرات ناقص 1 2، 13 ناقص 1 2، والمئة 2 ناقص 1 1، 2 ناقص 1 1. إذن هاد الأرقام كنديرو العملية، إذن كنديرو العملية على هذا الشكل، 245 ناقص 119، أقول 5 ناقص 9 لا يمكن، أضيف 10، 15 ناقص 9 6، أرد الاحتفاظ إلى مكاني، هنا كيصبح 1 2، 4 ناقص 2 2، فهمتي؟ 2 ناقص 1 1، العدد هو 126، هو هذا اللي حصلنا.